وفي حادثة تدل على وحشية الاحتلال الإسرائيلي عثر صباح اليوم على جثمان الشهيدة الطفلة هند ذات 5 أعوام وخمسة من أفراد عائلتها بعد 12 يوما من فقدان الاتصال بها بسبب محاصرة دبابات الاحتلال مركبتهم في محيط دوار المالي بحي تل الهوى، حيث استشهد على الفور أفراد عائلتها، في حين بقيت الطفلة هند وأحد أقاربها على قيد الحياة لبعض الوقت. من جهته أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني العثور على جثمان مسعفين شهيدين بعد فقد أثرهما بمهمة إنقاذ الطفلة هند، وقال إن الاحتلال تعمد استهداف مركبة الإسعاف على بعد أمتار من مركبة عائلة الطفلة هند. ودعت حركة حماس المؤسسات الأممية والحقوقية لتوثيق هذه الجريمة ضمن مئات مجازر الاحتلال لمحاكمة الجيش الاحتلال المجرم وقادته. هذه سيارة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر، للأسف نتحدث عن رفات المسعفين، لا يتوفر من الرفات إلا قطع بسيطة من أثار الجماجم وأثار الحوض للمسعف الآخر. مشهد صعب جدا، يعني نعيشه لمرات عديدة في شمال قطاع غزة، وهذه على بعد أمتار. طبعا تمركزت آليات قوات الاحتلال على بعد أمتار من تواجد سيارة الطفلة هند. هذه سيارة عائلة حمادة التي أطلقت عليها عشرات الرصاصات، الرصاص يظهر بشكل واضح على هذه السيارة.